البقية بحياتكم. البقية بحياتكم. تسلموا. البقية بحياتكم. شكرا. تسلم. العمر إلكم. العمر إلكم. العمر إلكم. تسلم. الله يرحمه يا رب. شكرا. عمر. العمر إلك مرة تانية. أكيد عم تقول هاد الزلمة اللي أذاني وأذى عيلتي كتير مستحيل يكون زعلان علينا، بعرف هاد الشي كتير منيح، بس أنا مو هيك يا عمر. إذا كنت سببت أذى أكيد كان بوقتها في عندي سبب، بس أكيد مالي لئيم لهي الدرجة، وما بشمت بمصايب الناس خاصة الموت يلي مو بوقته. فيك تصدقني وفيك ما تصدق. أنا حزني كبير. بعزيك من قلبي. الله يسلمك. أخوك كان يعاملني كتير منيح، كان إنسان محترم. الله يصبركم. تسلمي. صباح الخير. صباح النور. فكرتك ما رح تلحق أول درس. وأنا كنت مفكر هيك، بس لو تأخرت الطيارة ما كنت بلحق. كيفها ميليسا؟ تحسنت؟ لا، مثل الصنم، لا أكل ولا حكي، ما بعرف شو رح يصير فيها. قطتنا الصغيرة شو عم تعملي هون؟ خايفة تتركنا لحالنا. لسه على نفس الحالة؟ ايه لسه. حبيبتي رح تستني بالكافيتيريا لبين ما نخلص، اتفقنا؟ ايه اتفقنا. يلا فينا نروح نحن؟ بعرف بتخاف من الطيارة، كيف كانت السفرة؟ تعلمت من آسيا ما خاف بنوب، قدرت استحمل. يلا. خير، انت شو عم تساوي هون؟ الحقيقة بتعرف أنا صفيت بدون شغل، وكنت ماري من قدام هالمدرسة، فقلت لحالي لمر وشوف وشك الحلو واطمن عليك. مظلوم؟ شو بدي أقول لك؟ مو كان في واحد عم يشتغل هون؟ إيه؟ ترك الشغل وعم يدوروا على حدا بداله. احكي مشانك. عن جد؟ إيه؟ أنت متأكد أخي؟ إيه والله قدير، أنا بكون ممنونك كثير إذا بتزبط هالشغلة. جراندا ماكيناتو، إكسترا راكيناتو. ورتك اجيت. انتبه يا اخي انتبه. يا عيني عليك. ثانوية وبعدين جامعة وبعدين شركة وبعدين مجموعة شركات ومشاريع ضخمة، شو رأيك؟ ورح تسلمني منصب مدير عندك، مو هيك؟ يا عيني عليك يا اخي، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. يا سلام، اهلين، نورت. احلى اخ بالعالم. اخ يا قدير، اخ يا اخي، كسرتني. انتوا ليش تبللتوا هيك؟ جيتوا ماشي؟ ايه اخي، ما لحقنا الباص. عندك منشفة أو أي شيء؟ استنوا شوي. خذ هي أخي، وأنت خذي جاكيتي، تبللتي كثير. لا أخي أنا لابسة منيح، بس عمر تبلل كثير. لا أنا منيح، ما في داعي. كيف يعني ما في داعي عمر؟ أنت غرقان بالمي، خده بتلبسه مشان تدفى. خذي هدول، خلي 50 معك واعطي عمر 50، ماشي؟ أنا بعرف إنه ما معه مصاري. طيب ماشي أخي. رح أوصل هالطلب وأرجع. بشوفك حبيبتي. يعطيك العافية. هذا الولد شو قصده من اللي قاله؟ ما في شيء، بس عم بخلص. أخي قول الحقيقة بسرعة، أنت خليته يضربك من شان تحميني؟ ما كان قدامي حل تاني. يا ربي دخيلك، ليش هيك سويت أخي؟ طلع يا عمر، أنا ما بدي منك غير شيء واحد، تخلص دراستك وتضل بعيد عن المصايب وتنجح بحياتك، وهذا كل شيء صعب كثير. أنا ما بدي إياك تتورط لا معه ولا مع حدا غيره. طلع، أنا عيوني عليك وعم شوف الطريق يلي ماشي فيه، ولهيك رح أضل أحميك، وإذا طلعت لك أي مشكلة بطريقك بتلاقيني وراك. فهمت علي؟ الحمد لله إنه أنت أخي، أنت أحلى شيء بحياتي. والله كأنه بيناتنا، مو هيك؟ Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.